السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توجور معنا هاد سانجار لا 401. اليوم غادي نوريكم كيفاش تقلعوا لا بورت كانيت نتاع هاد لا ماشين. تبعوني باش تعرفوا كيفاش تنجموا تقلعوا لا بورت كانيت. باش نقلعوا هاد لا بلاك هادي عندنا هذا نديروا له كيما هكا. فوالا هادي غادي تطلع ونجبدوها للخلف كيما هكا. نحلوا لا بلاك هادي هلا نحيو لا كانيت هادي كومسا هلا قلنا هادي ما غاديش نجبد لنا كيما هكا. هادي تبعني هادي انا نلك ما هادي وندفعها للوراء كيما هكا. من بعد نجبد لا كانيت تاعي بكل سهوله. فوالا هادي الا كان نزير نتاع الخيط هو الفيس تاع الطوندور تاع الخيط هنا هنا انا غادي نردها هنا تردوها كيما قلعتوها هنا هذا تدمروها كيما هكذا. فوالا قلنا كيفاش تقلعوها كيما هكذا. فوالا بعد ردوها لبلاصتها وهذه ردوها عاود كيما قلعناها. خمسة حاجة سهلة سي تري فاسيل نجمو ديروها وحدكم نقلعو لا بورت كانت. فوالا تبقى تاني فوالا دركا كيفاش نعمرو لا بورت كانت. دركا نعمرو لا بورت كانت. لا بورت كانت توجور عندنا واحد الثقبة هذه هنايا تجي توجور فهاد البلاصة هادي اتجاه عندها وين تجي هادي. هادي انا نديرها كيما هلا هلا نلقى راهي بلاصتها. تبعوني مليح كيفاش عمرو لا بورت كانت. بعدها هذا ديريوه لهنا هذه لابورت كانت تروح ليه هلا دركا لابورت كانت راها عمرنا. هلا ابري باش تقلعوها توجور هذا الدمروف كيما هكذا. هذا لابورت كانت دروكا ما تعمرناش هنايا. من بعد كي نديرو لابورت كانت لا كانت لا 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 كانت لابورت كانت غادي نديروها كيما هكذا. هنا توجور نديرو الخيط هنايا من بعد هذه هي الوضعية باش ديرو الخيط نتاع لا كانيت. دركا باش تشعلو لا لامب عندها واحد الزر هنايا. فوالا من بعد تبغيو تبدلو لا لامب. لا لامب تكون فاسدة عندكم واحد الفيس هنايا كيما راكم تشوفو غادي انا نحله كيما هكذا. من بعد نحي الكوفر هذا ولا لومبايا نبدلها ولا حاجة. هلا هي تجي كيما هكذا بايونيت كيما راكم تشوفو. ومن بعد ديرو وحدة لاخرى كيما هكذا وديرو لا لومب نتاعكم والزر هاواني اللي باش تشعلو لا لومب. ومن بعد تردو لو كوفير هذا لبلاصته كيما كان. وإلا كان فسد لكم لو بيدال نجمو الخيط وتبدلوه بواحد كيما هكذا وديروا الخيط كيما راه عندي الفيديو كيفاش تنجموا تشانجيو ان بيدال كيما هذا وديروا واحد كيما هذا راه عندي الفيديو. تبعوا القناه وان شاء الله تكونوا فهمتوا
كيفاش تستعملوا هاد لا ماشين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.